تأتي مجموعة جلوب إليكم وتقدم لهم هذا الدعم وهذا السند. تحية ليهم جلوب إليكم. ويعني إذا كان في وصية ممكن الزول يقدمها ليكم، أن تهتموا وتحبوا هذه المهنة. هذا يوم مميز أن يحتفل العالم كله ومنظمة قلوبنا ليكم بهذا اليوم العظيم الذي اعتمدته الأمم المتحدة تقريبا في العام 1996 ليكون يوما عالميا للتلفزيون، اعترافا بتأثير التلفزيون في صنع القرار. ومن نافلة القول أن أقول إن هذا المنتدى الذي أقيم في العام 96 واعتبرت الأمم المتحدة أن هذا اليوم هو يوم عالمي يحتفل به العالم في كل عام، هذا المنتدى حينما عقد كان عمر تلفزيون السودان 36 عاما. ولعل تلفزيون السودان رسم خارطة عريضة لمحتوى مميز ليس محليا وإنما إقليميا. حقيقة ده يعني احتفال لمجموعة يعني طيبة، ودائما المجهولين كتار في البلد، لكن الإعلام قاعد يغطي زي ما قال واحد من الأخوان، لما الناس كان بيحوموا ما عارفين الناس ماكلين ولا شاربين والفيضانات بتعمل شنو، كانوا الآنسات هم المذيعات الطيبات بيعوسوا زي ما بيقولوا في الموية. حقيقة نحن في منتجع درد النيل سعيدين غاية السعادة بأنه هذا الاحتفال يكون نواة لتعاون جاد، ونكون دائما مع الإخوة في تكريم يعني بيشبه هذا التكريم. الحقيقة زي ما قلت أنا استمعت قبل شوية لكلمات من عدد من الإذاعات شمال السودان وجنوب السودان وشرق السودان وغربه. يا أخواننا أنا بقدر أقول إنه الليلة المنتجع ده محتضن السودان برمزيته الإعلامية والقامات الكبيرة وتلاقح الأجيال، يمكن نتكلم عن إنهم هم الجيل الرابع والأجيال ممتدة لغاية الجيل الحالي الموجود الآن أمامنا والمكرمين. الحقيقة نحن يمكن في المنتجع ده كانت علاقتنا مع أخواننا في قلوبنا ليكم علاقة طويلة وممتدة، وده يمكن ما المنشط الأول أن نحن يعني ننظم معاهم، يمكن العلاقة والعمل بيننا ممتد لفترات طويلة جدا. ياسين محمد إسماعيل مخرج بقناة نهر النيل الفضائية، أهلا ومرحبا بكم بقناة النيل الأزرق. والله نحن اليوم يعني طبعا سعيدين كل السعادة بالاحتفائية وبتكريمنا في مهرجان نجوم المسرح والإذاعة والتلفزيون في نسختها الرابعة، يعني شيء يعني ما أنا غايته شخصيا ما كنت متوقع يعني التكريم ده، لكن فالحمد لله بشكرهم يعني وبالذات الأخ الفاضل هشام محمد ناصر في هذا التكريم الجميل. هذا أحمد حسب الكريم الهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون ولاية شمال دارفور مدينة الفاشر، حاضرة هذه الولاية الفاشر السلطان الفاشر أبو زكريا الدب العاصي. تحية خاصة جدا لكل القائمين على أمر هذا المهرجان، وتحية لمجموعة قلوبنا ليكم على اهتمامها بتكريم الإعلام والإعلاميين. وصال محمد بلا من ولاية شمال دارفور مدينة الفاشر، مذيعة ومقدمة برامج بالهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون من نجوم 20
2021. بشكر كل المنظمين ومنتجع وادي النيل ومجموعة قلوبنا لكم على الاحتفال وعلى التكريم. أنا لمياء محمد صالح مصطفى، مذيعة بالتلفزيون وإذاعة ولاية شمال دارفور، كرمت ضمن نجوم 2022 في مهرجان الإذاعة والتلفزيون والمسرح. أنا سعيدة بالتاريخ ده، 21 نوفمبر 2022 حيكون يوم مميز وبحتفل به في كل سنة زي أعياد الميلاد وزي غيرها من النجاحات اللي أنا أحرزتها في حياتي. في إقامة هذا المهرجان اللي بيقولوا فيه لكل الإعلاميين في السودان بمختلف أماكنهم بمختلف ولاياتهم، يمكن إحنا بنشوف الإقبال الجميل جدا من كل المذيعين المخرجين الجميلين والرائعين جدا اللي موجودين الليلة اليوم في هذا المهرجان، وهم مكرمين. بنقول لهم مليار التبروكات وشكرا جميلا وحبا كبيرا جدا لكل القائمين على هذا المجهود الكبير في منظمة قلوبنا لكم. نسيبة الحسن، مذيعة بقناة نهر النيل الفضائية. الاسم تيسير حسين، محمد حسين، قناة الجزيرة الخضراء الفضائية. الشكر، كل الشكر لجمعية قلوبنا لكم الثقافية لهذا التكريم لنجوم العام 2022، ونتمنى أنه في الأعوام القادمة بإذن الله يكون عدد النجوم أكبر. وشكر لكل الناس المتواجدة معنا الليلة وبتشاركنا فرحتنا، وبإذن الله في كل عام يكون النجوم أكبر وتكون النجومية أفضل لدولة السودان الحبيب. سعيد وديدي، مذيع ومقدم برامج بفضائية الشمالية. شكرا لكل مشاهدي قناة النيل الأزرق، شكرا لمجموعة قلوبنا ليكم في اليوم العالمي للتلفزيون، وهم بيكرموا وبيحفزوا كل الإعلاميين. بتأكيد الرسالة الإعلامية محتاجة إنه بين كل حين وآخر إنه نقيف ونطبطب كده على الناس. بالتأكيد في ضغوطات ممكن تكون بتواجه كل إعلامي، لكن كله يهون من أجل تقديم محتوى ورسالة هادفة لكل السادة المشاهدين. خير عليكم، منى عبد الهادي، قناة الشروع الفضائية. تحية واحترام وتقدير لمجموعة قلوبنا ليكم اللي هي دائما بتكون في الموعد، ودائما هي بتعمل على دعم الكادر الإعلامي الموجود في السودان. بتمنى لهم دائما لكل الإعلاميين في كل مكان التوفيق والسداد. هدى الحسن الأنصاري، قناة وإذاعة ولاية كسلة. التحية لكل الشرائح وكل الجهات اللي قامت بتنظيم هذا التكريم، بالنسبة لنا حافز كبير بالتأكيد ودعم لنا في عملنا. أنا بقول بالنيابة عن كل الزملاء في الإذاعة وفي القناة بولاية كسلة الوريفة، شكرا لقلوبنا ليكم وشكرا لكل القنوات اللي بتغطي هذا الاحتفال. أنا عبد الرحمن حسن، مصور تلفزيوني، مصور درون، يعني أغلب اللقطات في ولاية الخرطوم عاملة أنا. بشكر قلوبنا ليكم على التكريم الجميل ده، ودكتور أحمد أيضا درة وادي النيل اللي هو رشحني للمبادرة دي، شكرا لكم. هذا العام بكل المآسي فيه والمشاكل اللي فيه والحاجات اللي فيه، هم كانوا نجوم. ليه؟ لأنهم كانوا ملتزمين بالمهنية وبالأخلاق وملتزمين بالحاجة الجميلة اللي هم بقدموها. الحمد لله والشكر لله أن احنا عندنا نجوم يملوا العين. وأنا جيت كمدير لإذاعة تاسيتي عشان أقول لأولادي المكرمين الليلة ألف مبروك، وإن شاء الله يا رب دائما من نجاح لنجاح. نهال المبارك من الإعلام العسكري. مبدئيا بحب أشكر مجموعة قلوبنا ليكم لليوم الحلو ده وللتنظيم الحلو العظيم ده، وبتمنى يعني أنها تكون أمسية حلوة وتكون أمسية خفيفة لكل الحضور ولكل المكرمين.
نشكر طبعا شكر جزيل منتجع درة وادي النيل. انا افتكر انه كانت احتفالية جميلة جدا، وكويس انه حقيقة ركزوا على الزملاء من الولايات السودان المختلفة، فيها عدد كبير جدا من النجوم، لهم التحية والتقدير، وشكرا جزيلا لكل القائمين على الفكرة وعلى المبادرة. نتواصل مع السادة المشاهدين في كل مكان، ولسه عندنا عدد من الفقرات. نشوفكم بعد الفاصل.